نفسي اتوب وابعد عن كل الذنوب اصرع اسيل ربتيني اهل كل الناس باذي نفسي بايدي كيف فكرت اطلع وريدي بالحياه من كل حياتي الم عذب واه مفيش جديد ولا منتح غير الشر هو المفتاح وفيها عايش حياتي دايما هنا بنجاح يا ما اذيت ناس كتير وكنت باتل فيهم الضمير وقلب اتنزع منه هنا ايه الخير من طفولتي وانا بعاني من الالم وملجان الظروف ولا المكتوب ولا كل كبر مفيش تغيير في المكتوب ولا الشر اللي سيطر دلوقتي هنا على القلوب حاولت كتير اعيش بسيط بلقمه حلوه من الحلال بس سيرتها بدي في ندى الفقر ذل شيء محال طلبت كتير مساعده من الناس وهي فين طلبت كتير حقوقي اللي ضايعه من سنين.